الآن بين عدوك؟ إيه علاقتها الآن بين القاتل، واحد قاتل؟ إيه علاقتها الآن مع السارق؟ إيه علاقتها الآن مع المغتصب، مع المعتدي، مع إيه علاقتها؟ الحب، الحب، إيه العلاقة؟ ينفع مثاليه زياده عن اللزوم؟ لو انا ما عشتوش مع زوجتي عايش تعيس ولا سعيد؟ تعيس اكيد. في قانون تاني ينفع اعيش بيه مع زوجتي واعيش انسان سعيد من غير اني اعيش الحب بالمعنى ده، اللي هو التواضع والوضوح والصراحه والصدق والعطاء والتخلي والغفران. لو انا ما عملتش كده هينفع انا ومراتي نعيش حياه زوجيه سعيده؟ بس في مشكله. ايوه، جايز في العلاقه الزوجيه احنا الاثنين عارفين نعيش مع بعض، لكن في العلاقات الانسانيه العامه انا بعيش واللي قدامي ما بيعيش. ما تاخدينيش خديني واحده، خديني على قد عقلي في عرضك. ها، خديني على قد عقلي، واحده واحده، على قدي، على يعني امشي معايا. لو في العلاقه الزوجيه دي لو ما عملتش كده هعرف اعيش سعيد؟ لا. كويس. لو ما عملتش كده مع ولادي هعرف اعيش سعيد؟ اكيد. لو ولادي ما عملوش كده مع بعضهم هيعرفوا يعيشوا سعداء؟ لو ما عملتش كده مع اصدقائي هيبقى في علاقات صداقه مشبعه؟ بس فيها مشكله يعني. انا بس ردي على لا بس انا اللي بعيش وانا ما بيعيش. دقيقه واحده، دقيقه واحده، دقيقه واحده. انا بتكلم على هل المبدا ده صحيح ولا غير صحيح. هل لو عشته بجني ثمرته وحشه ولا حلوه؟ كويس. الواقع ان الناس عايزه تعيش سعاده مش عن طريق الحب، فالنتيجه انها تعيسه. ده اكبر دليل على صحه المبدا. بتقولي ده واقعي ولا لا؟ بقول لك اه واقعي لو انا قبلته وعشته، مش واقعي لو انا رفضته ما عشتوش. طبعا مش هيبقى واقعي. في الشغل، في الشغل لو احنا في قسم من اقسام العمل قررنا اننا المبدا هو المنافسه وندي زنق في بعض ومش عارف ايه ونشنكل بعض عشان يبان احسن واحد، النتيجه ده لمصلحه العمل؟ اكيد لا. فريق النهارده اكتر حاجه بتتدرس في الشركات والبتاع ده يقول لك ايه؟ تيم ورك، روح الفريق، مش كده؟ انك تعمل لمصلحه الاخر، انك تحب مش عارف ايه، المصداقيه مع العميل اللي مش عارف، صح كده؟ وان دي بتنجح الشركات. اذا قيم هذا الكتاب، قيم الملكوت، هي القوانين، هي المبادئ الوحيدة في العيلة، في العلاقات الإنسانية، في العمل. لما بتكسري القيم ديت كل حاجة بتبوظ. النهاردة ليه المجتمع، ليه الأسرة النهاردة مفككة وتعيسة؟ ليه النهاردة نسبة الأزواج اللي بيهنأوا بزواجهم، سعداء بزواجهم، نسبة قليلة جدا؟ لأنه هو رافض المبدأ ده، رافض الحب بمعنى التخلي والإخلاء ووضع وأضع ذاتي وإنك أهم مني. وأولا بس أنا بكلم عن أنه ركز في الكلام، أنا سايبه يتكلم خلص عشان أقول لكم ده اللي بيقولوا نتعاملوا مع القتلة. القاتل في المسيحية يتعامل بالطريقة دي، تعامله بالحب والتخلي. التخلي تتعامل زي ما بتتعامل مع زوجتك، تتخلى عن ذاتك وتتخلى عن مبادئك وتتخلى متخلى برضو تتخلى عن حتى العقوبة. ده تتخلى عن العقوبة. يبقى القاتل الآن اللي يقتل في ظل الأحكام المسيحية، إيه اللي يحصل معاه؟ مفيش حاجة خالص، مع السلامة. ما تعملش كده تاني. الزاني ما تعملش كده تاني. المغتصب ما تعملش كده تاني، وهيعمل. طب هل يقبل هذا عقل؟ هنا بقى السؤال بعد اللي اتقال، السؤال بعد اللي اتقال، هل يقبل هذا عقل؟ هل يقبل هذا شخص عنده ذرة من العقل؟ لا والله ما يقبل. صعب، لان انا ممكن اعيشه بس اللي حواليا ما بيعيشوش معايا. كويس قوي. فانا بتخان وباخد الزناب وكل الحاجات ماشيه تمام. كويس قوي. بس انا عبيط في الاخر. لا أنا. يعني انا ما بعملش حاجه. برافو. قاعد كده. سمعت البنت بتقول ايه؟ اللي هيعمل الكلام ده هيبقى ايه؟ هيبقى عبيط، عبيط فعلا، عبيط. برافو عليك. فانا بتخان وباخد الزناب وكل الحاجات ماشيه تمام. بس انا عبيط في الاخر. لا أنا. يعني انا ما بعملش حاجه، قاعد كده شكلي او شكلي عبيط. يعني حياه المسيح ورتنا ان هو عمل كده وهو مخنوق. كويس. في الاخر لما بنقف نسقف ليه ولا ليهم؟ ردي عليه. ليه؟ اللي بيعيش الصح هو اللي بيفضل الاسطوره الخالده. غاندي عمل كده مش كده؟ هو اللي غلب في الاخر، غلب الامبراطورية البريطانية. كلامه غلط على فكرة. غاندي ده، غاندي ده سفاح أساسا. ده مضحوك علينا على فكرة في التاريخ في غاندي ده. غاندي ده سفاح ومن أكبر قتلة المسلمين في الهند. غاندي ده إيه رأيكم؟ بس هم لمعوه تلميع. بس مش مشكلتنا الآن، مش مشكلتنا. يسوع هو ضرب مثال بيسوع، قال إن اللي عملوا معاه كده وضربوه مش عارف مين،
ما فيش مشكلة. طب أين العقاب؟ أين الرادع؟ مع كده هيبقى قانون الغاب. أنت تخيل، أنت عشان أعرفكم بس إن هذا المعتقد لا يقبل به العقلاء، ولا يقبل به من عنده ذرة من الكرامة. تخيل أنت عايش في دولة، كل الدولة دي يمشي في الشارع أي حد يقابله يضربه على قفاه، أول ما ياخد على قفاه سامحك الرب ويسيبه يمشي. الدولة كلها كده، ايه اللي على هدومك دي؟ يلاقي واحد يقلع هدومه وياخده ويمشي، ياخد هدومه ويمشي. هات الفلوس اللي معاك، ياخد الفلوس اللي معاه ويمشي. خش اي بيت هو عنده عايزه يسرق اللي فيه على ظهره ويمشي. اسألك بالله العظيم، لو واحد دخل دولة بالشكل ده هيعمل فيها ايه؟ هيخربها. ما هو مفيش رادع ليه، مفيش شيء يردعه، هيخربها والله، والله هيخربها. وخصوصا لما ما يلاقيش اللي قدامه عندهم رادع او بيعترضوا، هيعمل اللي هو عايزه. هو ده المعتقد، واتكتب اسمه بحروف من ذهب لغايه النهارده في التاريخ. مش حقيقي، ده مش حقيقي. لما بتخلى عن المبادئ ديت وبعيش اللي الناس بتعيشه بيبان ان ضعيف، ودي حاجه قاتله للكرامه. ولم دي كان ضعيف. برافو برافو، قاتله للايه؟ للكرامه. لا بص هنا بقى، استنى تعيشه بيبان ان ضعيف، ودي حاجه قاتله للكرامه. ولم دي كان ضعيف، بان ضعيف، بان قوي في الاخر. في الاخر لا، سيبك من غاندي، انت ليه ما قلتش يسوع كان ضعيف؟ هو ليه ما قالش يسوع كان ضعيف؟ خلونا ننهي حلقتنا النهارده حلو الولد المذيع ده صراحه، عاجبني الاسئله بتاعته. غاندي كان ضعيف ليه؟ طب انت ليه ما قلتش يسوع كان ضعيف؟ يسوع كان ضعيف وبان ضعيف واتصلب ومات. بس غاندي والله، غاندي اساسا اللي بيتكلموا عنه ده ما يعرفوش اصلا انه خاين اساسا غاندي ده، وكان من اعظم القتله في الاسلام. راجعوا تاريخه صح، من الكتاب المسلمين المعاشرين ليه، مش من الناس اللي بيزوقوا. ده انا في عندي كمان خبر، يا رب بس الاقيه. غاندي مجرم، في خبر ان غاندي اساسا مجرم حرب. غاندي ده مجرم حرب، مش فاكر في اي بلد من البلدان. في اي بلد من البلدان شالوا عنه، كانوا عاملين له تمثال وشالوا التمثال بتاعه. المهم احسنت يا عمر. نعم، او غاندي كان ضعيف ومات ضعيف، وعاش ضعيف ومات ضعيف. المهم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لي ولكم، اللهم امين. هم ختموا الحلقة. ضعيف، بان ضعيف، بان قوي في الاخر. خلونا ننهي حلقتنا النهارده ونرجع بسرعه للاسئله اللي احنا اخذناها او اخذنا ردود بتاعتها. الواد ده يا عيني، الواد ده عايز الاجابه على السؤال من امبارح، من اول الحلقه هو عايز اجابه السؤال، فعمال يرجع وقال له طب ما تدينا الملخص في سعاده القس. يطلع طب ما تلخص لنا الاجابه، هو عايز ليه تلخيص الاجابه؟ يمكن افهم. مش يمكن ناخد اجابه، يمكن. خلونا ننهي حلقتنا النهارده